بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة السادسة والأخيرة من الفصل الثاني عشر من مقرر ماث 158. في المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الفانكشن ساين، اتكلمنا على الفانكشن كوزاين. لابد ان احنا نكون عارفين الجراف الخاص بالساين والكوزاين، وكمان نعرف ان الرينج للفانكشن الساين والكوزين واحد، الرينج من نيجاتيف 1 الى 1، الا اذا ضربت الفانكشن كلها في رقم. لما بضرب الفانكشن كلها في رقم الرينج هيبقى من نيجاتيف الرقم ده الى الرقم ده. بمعنى الواي لو هي عبارة عن ساين اكس يبقى الرينج هيبقى من كام لكام؟ هيبقى من نيجاتيف 1 الى 1. طب انا لو ضربت الساين في ايه يبقى الرينج هيبقى من نيجاتيف ايه لايه؟ طبعا الكلام اللي بقوله على الساين بقوله على الكوزين. طيب البيريود، البيريود دايما للساين او الكوزين هي 2 باي، الا اذا ضربت الانجل نفسها في رقم. فلو ضربت الانجل في رقم يبقى البيريود ايكوال 2 باي ديفايدد الرقم ده. النهارده بنتعلم حاجه اسمها امبليتيود اوف ساين او كوزين. ببساطة ايه هو الامبليتيود؟ هو عبارة عن الابسوليوت فاليو لكوفيشنت الساين او لكوفيشنت الكوزاين، الرقم اللي بيتضرب في الساين او بيتضرب في الكوزاين جوه الابسوليوت. بمعنى انا مثلا لما بقول واي بيساوي 3 كوزاين اكس، فين الامبليتيود؟ هو 3. طب لو بقول واي بيساوي نيجاتيف 3 كوزاين اكس، فين الامبليتيود؟ ايضا هو 3. ليه؟ لان لما نيجاتيف 3 اضعها داخل الابسوليوت هتبقى 3. فكان الامبليتيود هو اقصى قيمه تصل اليها الفانكشن. الفانكشن لو هي 3 كوزاين اكس، خلي بالك دي رسمتها، اقصى قيمه ليها 3 وطبعا اقل قيمه ليها نيجاتيف 3. طب لو الفانكشن هي نيجاتيف 3 كوزاين اكس، كل اللي هيحصل ان هو هيحصل لها ريفليكشن، فبالتالي اقل قيمه هتبقى نيجاتيف 3 لكن اقصى قيمه ايضا هتبقى كام؟ 3. هيحصل لها ريفليكشن اباوت اكس اكس. يبقى الامبليتيود هو اقصى قيمه للفانكشن. وببساطه بتاخد الرقم اللي مضروب قدام الكوزاين او اللي مضروب في الساين وتجيب له الابسوليوت. في معلومه مهمه جدا، احنا قلنا لما بضرب الساين او الكوزاين في رقم بغير الرينج، صح؟ طب لو ضربت التان او الكوتان هل الرينج بيتغير؟ لا، لان رينج الكوتان والتان هو ار، هو ار. فسواء ضربت التان في رقم او ما ضربتوش خليتها تان، كده كده الرينج هو ار. خلي بالك من الملاحظه دي. تعالى كده ناخد مثال، بيقول لي هات لي احسب لي الامبليتيود والبيريود. خلاص، للفانكشن 3 ساين 4 اكس، مبدئيا الامبليتيود هاخد الرقم ده واضعه جوه ابسوليوت، يبقى ابسوليوت ال 3 ب 3 هو ده الامبليتيود. طب ايه البيريود؟ البيريود هو عبارة عن 2 باي، ده رقم ثابت، 2 باي رقم ثابت، تقسيم كام؟ تقسيم الرقم اللي مضروب في الاكس، تقسيم 4، اللي هي كام؟ اللي هي باي على 2. موضوع بسيط جدا. البيريود 2 باي تقسيم ديفايدد باي الرقم اللي امام الاكس. تعال ناخد مثال اخر. نيجاتيف كوزاين 2 اكس، لو سمحت احسب لي الامبليتيود والبيريود. طيب الرقم اللي قدام كوفيشنت الكوزاين هو نيجاتيف 1، يبقى الامبليتيود هو عبارة عن نيجاتيف 1 جوه ابسوليوت، يعني 1. طب البيريود، البيريود هو 2 باي ديفايدد باي الرقم اللي مضروب جوه الانجل، اللي مضروب في الاكس جوه الانجل، يعني جوه 2، يبقى 2 باي على 2 يعني باي. السؤال هنا مهم، بيقول لي ايه؟ بيقول لي رايت ذا ايكويشن اوف ساين فانكشن. الصورة العامة للساين فانكشن هي ايه؟ هي ايه؟ ساين، خلي بالك ايه؟ ساين اوميجا اكس. طيب لو كانت الاي بواحد يبقى الرينج من نيجاتيف واحد لواحد. لو الامبليتيود الرقم ده كان بواحد يبقى الرينج هيبقى من نيجاتيف واحد لواحد. تمام. ولو كانت الاوميجا بواحد يبقى البيريود باتنين باي. هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي اكتب لي الفانكشن ساين بس بشرط ان يكون ليها امبليتيود 3. ممتاز. عشان يكون ليها امبليتيود 3 ها يبقى الاي دي ممكن تكون بوزيتيف 3 او تكون نيجاتيف 3. ليه نيجاتيف؟ لان احنا اتفقنا ان الامبليتيود هو عباره عن الابسوليوت فاليو للرقم اللي قدام الساين. فسواء كان 3 او نيجاتيف 3 الابسوليوت ل 3 او نيجاتيف 3 بكام؟ ب 3 اللي هو الامبليتيود. طيب
البيريود انا عايزها كام؟ انا عايزها تبقى باي. عشان البيريود تبقى باي يبقى لازم الاوميجا تبقى بكام؟ تبقى باتنين، صح؟ عشان لما اقسم 2 باي على 2 يديني البيريود باي، يبقى هو ده شكل الفانكشن اللي هو عايزها. الاكسرسايز اللي بعديه بيقول لي رايت ذا ايكويشن اوف ذا جراف، مديني جراف وهو عايز يطلع الايكويشن بتاعت الجراف. مبدئيا خلي بالك لو كان الجراف قيمته عند الصفر عند الاكس بصفر بصفر ده جراف الساين، ولو لو الجراف عند الصفر له قيمه ده جراف الكوزاين. فمبدئيا ده كده جراف الكوزاين. طب ايه الصوره العامه لجراف الكوزاين؟ اي كوزاين خلي بالك اوميجا اكس. هطلع الايه ازاي وهطلع الاوميجا ازاي؟ ببساطه الاي هو اقصى قيمه للفانكشن، اقصى قيمه للفانكشن بكام؟ بخمسه، يبقى الاي يساوي خمسه. ازاي نطلع الاوميجا الرقم اللي قدام الاكس؟ مبدئيا في قاعده مهمه جدا اوعى تنساها، البيريود بتساوي 2 باي على الرقم اللي قدام الاكس، ما تنساش اللي احنا سميناه اوميجا. طب البيريود في المساله هنا بكام؟ البيريود ديت في المساله دي هي 8، صح؟ الفانكشن زي ما انت شايف اهو بتتكرر اهو عند ال 8 وبعد كده هتتكرر، يبقى البيريود عباره عن 8. يبقى 2 باي على اوميجا ب 8، الله، يبقى معنى كده لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن يبقى الاوميجا بدلت وضع الاوميجا وال 8 يبقى الاوميجا عباره عن 2 باي ديفايد 8 يعني ايكوال باي على 4، يبقى معنى كده ان هتبقى باي على 4 اكس. يبقى هي دي الفانكشن اللي بتعبر عن الجراف اللي امامنا. الكلام اللي بقوله ده بقوله في الساين واقوله في الكوزاين، ما تنساش. اهو مثال اخر بس ده جراف الساين، ها، طالما قيمه الفانكشن عند الصفر صفر ده جراف الساين. طب اول خطوه اقول ايه؟ اقول الواي يساوي ها ايه ساين، الله يفتح عليك، ساين اوميجا اكس. ممتاز. الاي هو عباره عن اقصى قيمه اللي هي كام؟ اللي هي 3 اوفر 4. ممتاز. ساين اوميجا ازاي اجيب الاوميجا؟ مبدئيا البيريود بتساوي 2 باي ديفايدد اوميجا. طب البيريود بكام؟ البيريود عندي هنا بواحد، الفانكشن بعد الواحد هتتكرر، يبقى معنى كده لو انا بدلت مكان الاوميجا والواحد عملت كروس مالتيبليكيشن معنى كده ان الاوميجا ايكوال 2 باي اوفر 1، يعني الاوميجا ايكوال كام؟ 2 باي. يبقى معنى كده ان الفانكشن هتبقى 3 اوفر 4 ساين 2 باي اكس. اخر مساله ركز بقى معايا، وعشان تفهم اخر مساله ركز معايا في النقاط دي. اول نقطه مهمه عندي كده ان واضح ان الفانكشن دائما بوزيتيف، قيمتها دائما اباف الاكس اكسس، فدي حاجه ملاحظه، يعني مش زي المسائل اللي فاتت كانت قيمه الفانكشن من نيجاتيف 3 اوفر 4 ل 3 اوفر 4 او من نيجاتيف 5 ل 5، فكنت بقول ان الامبليتيود عندي هو 5 او الامبليتيود هنا 3 اوفر 4. هنا ما ينفعش على طول اقول ان الجراف هو ايه مثلا كوزاين اوميجا اكس واعوض مباشره عن الاي ب 2 او بنيجاتيف 2، غلط. ليه؟ عشان تبقى الجراف ده جراف كوزاين او ساين لابد ان القيم بتبقى متماثله حوالين محور اكس، قيم الفانكشن. يعني المفترض مثلا ان الفانكشن تبقى تحت محور اكس مثلا نيجاتيف 1 فوق محور اكس 1، لكن واضح كده ان الفانكشن فيها ترانسليشن، فيها انتقال، انا عملت فيرتيكال شيفت، رفعت الفانكشن فوق 1 يونت. مين اللي عرفني كل الكلام ده؟ اللي عرفني كل الكلام ده ان قيم الفانكشن كلها اباف الاكس اكسس، فما ينفعش مباشره اعوض في الشكل ده. امال هعمل ايه؟ لما انا بقول لك واي يساوي اكس سكوير بنرسمها ازاي؟ بنرسمها بالشكل ده بارابولا. طب لو قلت لك واي بتساوي اكس سكوير بلس 1، كل اللي احنا هنعمله هنرفع البارابولا دي 1 يونت عند محور واي. طيب ممتاز. لما انا بقول لك ارسم لي واي بتساوي ساين اكس، معروف اللي احنا بنرسمها بهذا الشكل، ده جراف الساين، اخر نقطه هنا 2 باي. طب لو قلت لك ارسم لي واي ايكوال نيجاتيف ساين اكس، برسم نفس الجراف بس ريفلكتد، تمام.
لو انا بقول لك ارسم لي واي بتساوي كوزين اكس، ده جراف الكوزين، بيبدأ من هنا، بيبدأ من عند الاكس بزيرو الكوزين بواحد، وعند الباي الكوزين بنيجاتيف واحد، وطبعا اخرنا الاتنين باي. طب لو قلت لك ارسم لي واي ايكوال ها نيجاتيف كوزين اكس، نفسها بس بيحصل لها ريفلكتد، القيمة هنا بتبقى واحد والقيمة هنا بتبقى نيجاتيف واحد، وأيضا طبعا البيريود للكوزين أو للساين 2 واي. تمام، من هذه الملاحظات واضح إن الجراف بتاع الفانكشن دي هو في الأصل عبارة عن كوزين، لكن أنا عملت لها شيفتد أب 1 يونت، رفعت الفانكشن إلى أعلى 1 يونت. يعني تخيل ان ال1 دي، تخيل ان ال1 دي الرقم ده انا خليتها هي الاوريجين، خليتها هي نقطه الاصل، شايف بقى الجراف ده ها، يعني انا خليت الخط الاحمر ده هو محور اكس، بقى الجراف ده هو جراف مين؟ الجراف ده اصبح جراف النيجاتيف كوزاين، حتى كانها حتى هي ريفلكتد، صح ولا لا؟ يبقى خلي بالك ان في بعض المسائل بتكون فيها تريك، بيكون فيها يعني فكر ولازم تشغل دماغك. فالجراف اللي امامنا ده يا شباب هو جراف نيجاتيف كوزين اكس عشان معمول له ريفلكتد، لو هو جراف الكوزين وكمان شيفتد اب كان هيكون بهذا الشكل، تمام، لكن ده جراف نيجاتيف كوزين اكس بس هو معمول له شيفتد اب ب 1 يونت، تمام. طب البيريود بكام والامبليتيود بكام؟ تعالى كده نشوف. مبدئيا انا هقول ان الفانكشن اللي امامنا دي هي ايكوال a كوزين اوميجا اكس بلس 1. جت منين بلس 1؟ شايف الفانكشن في الاصل كانت بهذا الشكل، هنا نيجاتيف 1 وهنا 1، لما انا زودت عليها واحد النيجاتيف 1 ده يا شباب بقى كام؟ بقى صفر، صح؟ بقى صفر. والواحد ده بقى كام؟ بقى 2، فكانها هي a كوزين اوميجا اكس بس انا زودت كام؟ واحد. وخلي بالك كمان الاي هنا الامبليتيود ايوه بواحد، لكن كاشاره هو نيجاتيف واحد. طيب واحد هيسالني تاني، ليه يا دكتور نيجاتيف واحد؟ عشان احنا اتفقنا ان في الاصل الكوزين اكس ترسم بهذا الطريقه، طالما انا رسمتها كده يبقى كاني عملت لها ريفلكتد اباوت الاكس اكسس، فطالما عملت لها ريفلكتد اباوت الاكس اكسس يعني ضربت الكوزاين نفسها في ايه؟ في نيجاتيف ساين. واضح؟ طيب ليه واحد؟ ليه مش اتنين؟ ليه مش نيجاتيف ثلاثة؟ زي ما اتفقنا اهو، القيمة من أول هنا إلى هنا اتنين، صح؟ يعني القيمة يعني أقصى قيمة صفر وأكبر، القيمة من أول هنا إلى هنا اتنين، يعني أقل قيمة صفر وأكبر قيمة اتنين، يعني الفرق ما بين أقل وأكبر قيمة اتنين. طب وهنا أيضا الفرق ما بين أقل قيمة وأكبر قيمة اتنين. طيب السؤال، ليه هنا نيجاتيف واحد؟ ليه مش نيجاتيف اتنين؟ ليه مش نيجاتيف ثلاثة؟ الإجابة بسيطة جدا، ما احنا اتفقنا إن أنا نزلت الجراف بتاع الفانكشن 1 يونت تحت. الجراف ده انا هنزله 1 يونت تحت عشان يبقى زي الايه؟ زي جراف الكوزاين. فالاثنين دي هتبقى كام؟ هتبقى 1. طب السؤال، ليه نيجاتيف 1؟ لان عملت لها ريفليكشن. طب ليه نيجاتيف 1 مش نيجاتيف 2؟ عشان الامبليتيود اقصى قيمه اصلا هتوصل لها كام؟ 1 مش 2. لان انا لما الفانكشن الاساسيه اللي مرسومه دي انزلها 1 يونت، الاثنين دي هتبقى 1. لكن تخيل مثلا لو هو كان جاب لك في الامتحان من صفر ودي ما جابهاش اتنين، لو كان جابها ستة، ففي هذه الحالة الامبليتيود هيبقى بتلاتة، يعني نص الفترة من صفر لستة، لكن ايضا هيبقى بإشارة سالب عشان انا عملت لها ريفلكتد، يعني في الحالة دي كنت هكتب سالب تلاتة. طيب نيجي بقى للأوميجا، ازاي احسبها؟ احنا قلنا ان البيريود ايكوال اتنين باي على الأوميجا، او الاوميجا بتساوي 2 باي على البيريود.
البيريود بكام عندي؟ البيريود هي التلاتة على اتنين اهو، الفانكشن بتبدأ هنا وتنتهي هنا، ثم هتبدأ هنا وتنتهي هنا، يبقى البيريود الفانكشن ابتدت وانتهت عند تلاتة على اتنين. اتنين باي تقسيم تلاتة على اتنين اللي هي كام؟ هكتبها هنا فوق معلش، هتبقى اربعة باي على تلاتة. يبقى الفانكشن اللي بتعبر عنها الفانكشن دي واي بيساوي نيجاتيف كوزاين اربعة باي على تلاتة اكس بلس وان. المسألة دي جدا مهمة وجدا مسألة محتاجة تفكير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.